أم شهد، ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت بس نعليه شوية بعد إذنك. زي حضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. وإنتي طيبة يا رب يا أم شهد، أنا اتفضلي. بس كنت محتاجة أسأل سريعا. أنا بس يعني حضرتك بتتكلم عن الغضب أو كده، فممكن بس حضرتك يعني تقولينا مثلا دعاء لما يبقى فيه غضب أو كده، إن احنا نذكره أو إن احنا نقوله أو كده. وعندي سؤال تاني، إن في يعني الشياطين مسلسلة في شهر رمضان، في أحيانا البني آدم بيبقى يعني مثلا بلاقي أعمال مثلا حد يعمل حاجة غلط، فبقول لما شايفين مسلسلات مثلا في شهر رمضان ازاي بتعمل كده، ازاي او في الفكرة شرور، بيجيلك ازاي بيبقى منين؟ في شر في شهر رمضان، ما في يعني جرائم في برضو بتحصل. بالظبط. بالظبط يعني بيجيلك الفكر منين فعلا؟ وانا صراحة يعني المتصلة اللي قبلي يعني ربنا يعينها عليا فيه بجد والله. انا سمعت المكالمة وبجد بدعيلها، وان شاء الله ربنا استاذة مها، يكرمها باذن الله بحد ربنا يكملها بقية المبلغ ان شاء الله. ربنا يكرمها يا رب باذن الله. يا رب شكرا دعواتك، جدا جدا. دعواتك يا مشاهدة، وتسلمي يا رب، تسلمي لذوقك يا رب. انت هتسمعي مننا على فكرة اخر الحلقة روشتة سريعة نتعامل ازاي بقى مع الغضب ونعالجه ازاي. هنجاوب على سؤالك، السؤال الاخير اللي هي سألته ام شهد، كان ايه؟ كان الدعاء، لا ده دعاء الشياطين الغضب، شياطين، سوري، شياطين انها بتصفط، ده كتير بيقولوا الموضوع نعم. ده، الشياطين بتصفط ازاي في جرائم، ازاي في شر. هو حقيقة سؤال بيثار عند الناس لما نسمع ان وصفدت مرضة الجن والشياطين، ايوه وهي ليها عند العلماء تخريجات، منها ان اللي يصف ان اللي بيصفد المرض زي ما ورد في الحديث، يعني ايوه كبار الشياطين، انما الجماعة الصغيرين دول شغالين على ايوه قدهم كده. دي واحدة. ايوه الحاجة التانية معنى التصفيد، ان هم لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه في غير رمضان، لكن لازال ليهم شيء من الوسوسة، يعني هو مصفد. انت يعني شفتي قدرتهم قلت. ب ب ب بالشكل كده، شوفي حضرتك لو انت مسلسلة حد مش ممكن يكون عنده حركة ان هو يتحرك قدام يرجع، بالظبط ففي حركة تمام. لكن ليست بنفس الحركة اللي كان هو حر. ممكن تكون من هنا. العلماء قالوا لنا كمان ايه، انها ممكن تكون من النفس، ما هي دي يعني بقى اهم حاجة. ايوه ممكن بالظبط. تكون من النفس، من نفس الانسان واحده. فدي كلها مش تخريجات. هو ربنا قايل لنا ان كيد الشيطان كان ضعيفا؟ صحيح، ضعيف صح لما انت تتخذ الاجراءات الوقائيه، واما تمام ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بالله. لكن واحد الشيطان بيشتغل معاه وهو اصلا مش حاطط في باله خالص موضوع انه يستعيذ بالله او يلجأ لله سبحانه وتعالى. اصل الاستعاذه دي قصه كبيره. يعني ايه استعيذ بالله؟ يعني ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفيني شر الشيطان. وليه لجأت لله؟ لأن الشيطان يراني ولا أراه، والله عز وجل لا يرى الشيطان والشيطان لا يرى الله. صح صح فمين اللي قادر أن يدفع عني وسوسة الشيطان؟ الله. الله. فلما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص انصرف عن الشيطان. واقصد كمان ان النفس يعني اقوى ممكن تكون من تأثير الشيطان، هل ده ولا ده مش لا حقيقي؟ وارد، وارد ان النفس تكون، يعني الجرائم اللي خلي بتحصل بالك في ان رمضان دي خلي ممكن تبقى خلي مصدرها نفس. اه خلي بالك النفس عدو ان لم تقوم. اني ابتليت بأربع ما سلط علي الا لشقوتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. كل دول الله اعداء حلو قوي. وقفلك على الطريق بتاعك وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى، عايزين يصدوك. تاني كده ممكن نعيد اني الأربعة. ابتليت بأربع ما سلط علي الا لشقوتي وعنائي، كلهم عايزين يوقعوني في الحرج، يوقعوني في الغلط. بالظبط. ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعداء.